السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في غاية السعادة والسرور باللقاء بكم في هذا البرنامج الموفق والمسدد، برنامج الضيوف خادم الحرمين الشريفين، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية. وهذا البرنامج وما تقوم به هذه الدولة العظيمة هو يأتي في ضمن ما تقدمه هذه الدولة من جهود عظيمة لها الأثر الكبير والعظيم والممتد في أرجاء العالم الإسلامي، في أرجاء العالم. وهذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، والتي تأسست على الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، وسار على ذلك أبناؤه البررة من بعده إلى هذا العهد الميمون، عهد الملك سلمان عبد العزيز حفظه الله وأطال في عمره وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.